بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجموعة من النقاط نذكرها قبل تتميم الرواية الشريفة. النقطة الأولى: إن الحكيم لا يفعل ما بخلاف الحكمة، وإن رأى الإنسان من الحكيم ما يدل على ذلك، أو لم يفهم وجهه، لم يفهم علته، لم تتضح مقاصد الحكيم له، عليه أن يحكم بصحة الفعل. لو رأى الإنسان الأب الشفيق المشفق على ابنه، أخذ يد ابنه الصغير إلى طبيب جراح أعطاه ليقطع رجل الطفل، ولا أعلم السبب، هل أنسب الظلم للأب والوحشية، أم أقول إن هناك حكمة صدرت من الأب وأجاز الجراح أن يبتر رجل هذا الصغير؟ قطعاً ما يقول واحد أن هذا الأب مجنون يصرف ملايين لأفضل جراح لبتر رجل هذا الطفل، وإنما يقول هناك حكمة. ما هي الحكمة؟ قد يكون الطفل مصاب بمرض السكر مثلاً، ولولا بتر الرجل لمات هذا الطفل. فالأب هنا يقع بين الأهم والمهم، أن يترك الطفل إلى أن يموت، أو لا يقضي على جزء من بدنه ليبقى حيا. كثير من أفعال الله عز وجل هكذا، طبعا كل أفعال الله، ولكن كثير منها لا يفهمها الإنسان، فعليه أن يعول على لطف الله وعلى حكمة الله. والتعويل والاعتماد على الله مرتبة عالية من الرضا بما قسم الله للإنسان. اليهود إنما كان إشكالهم على النبي، على جبرائيل، أنه منع النبي دانيال من قتل بخت نصر. بخت نصر لم يقتله مع أنه ذهب إليه. بخت نصر لم يكن جانيا آنذاك، ولد شاب فقير في منطقته، بس النبي يعلم بذلك بأنه سيصبح جبارا ويقتل في بني إسرائيل ويظلم، ولكن الإيمان قيد الفتك. الإيمان لا يجعل الإنسان يفتك. أن يرى من سيظلم الآن اقتص من رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يمكن هذول المنافقين الذين ارتدوا وكبار أهل النفاق قالوا أن يقضي عليهم، أن يسجنهم، أن يقتلهم، أن يهجرهم من المدينة، ولكن ما الذي كان يقوله الناس بعد رسول الله؟ قالوا هذا هم جبار مثل باقي الجبابرة. ارتفع بهؤلاء ظاهران، دافعوا عنه في الحروب، وبعد ذلك عندما استقر على الكرسي قام يصفي واحد واحد ليخلل مثلا الكرسي لقريبه، هكذا كرسي الخلافة. لا، الموازين هي التي تحكم الإنسان، مو المشتهيات والعواطف. النبي دانيال لو كان يقتل بخت نصر، ما الذي كان يحصل؟ أنه شخص مظلوم ظاهرا، لا ذنب له ظاهرا، جرى عليه العقوبة. نعم، إذا كان بإذن الله عز وجل، الله يمكن لمصلحة بيده الأمور. الله يقول للنبي في قضية النبي موسى والخضر، يقول اقتل ذلك الطفل لمصلحة، الأمر بيد الله عز وجل، كما أنه يبعث عزرائيل ليقبض روح طفل صغير أو شاب أو كبير للمصالح التي رآها الله عز وجل، كذلك يأمر النبي خضر بأنه أن يقتل هذا رفقا بأبويه لاحقا، لأنه لو يقتل. هذه قضايا استثنائية وقضايا ترتبط بالله عز وجل، لأنه بيده الأمور، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ولكن الأنبياء والأئمة إنما عليهم أن يعملوا بالضوابط الإلهية. خب إذن إذا واحد ما عرف الحكمة، يعني هذول اليهود ما عرفوا حكمة أنه لما النبي دانيال لم يقتل، مع أن الحكمة بينة، هذا بعده مو ظالم، فنقتص من الظالم قبل ظلمه ومن القاتل قبل قتله، هذا مو مشرع. فلم يعرفوا هذا، ولكن عليهم أن يفوضوا الأمر، ما دام النبي دانيال نبيهم وجبرائيل ملائكة الله عز وجل، فعليهم أن يسلموا ويكبر بخت نصار ويفعل بهم ما فعل ويأسرهم. طبعا بخت يعني ولد، نصار ذاك الصنم الذي تركته أمه عنده، أم بخت تركت بخت عند بعد ولادته لأنه كان من حرام، مع أنها كانت زوجة ملك أيضا، فنسب إلى ذلك الصنم. إذن هذه هي النقطة الأولى، بأن الحكيم لا يفعل ما هو خلاف الحكمة، فعلى الإنسان أن يسلم الأمر كذلك. هذا أولا. النقطة الثانية، العام على أقسام خمسة، لنا عام استغراقي وعام مجموعي وعام بدلي وعام أحوالي وعام أزماني. الفرق بين هذه الأقسام أن العام الاستغراقي هناك تكاليف متعددة بتعداد أفراد العام. إذا واحد قال أكرم العلماء، 20 من العلماء موجودين في هذا البلد مثلا، أكرم علماء هذا البلد، فيعني كأنما هناك 20 أمر، أكرم فلانا أكرم فلانا أكرم فلانا، فامتثال كل فرد امتثال وعصيان كل فرد عصيان واحد، يعني لو امتثل وأكرم 19 واحد ولم يكرم أحدهم فهو بمقدار 19 ممتثل ولكن عصى في فرد واحد، فيثاب بمقدار ما أتى بالأمر ويعاقب بمقدار ما تخلف. هذا العام الاستغراقي. العام المجموعي يعني هناك تكليف واحد بالنسبة إلى الجميع، الإيمان بالأئمة الاثني عشر، هذا المثال المعروف، إذا واحد آمن بهم فقد آمن وأدى ما عليه، وإن لم يؤمن بأحدهم فقط كان يقبل الإمام إلى الإمام الحادي عشر، أما الإمام الغائب المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف فهذا لا يرضخ له. هذا شنو؟ هذا كأنما لم يؤمن بكلهم، يعني كل هذا المجموع هو أمر فيه أمر واحد وامتثاله امتثال واحد. مثلا يذكرون في منكر الضروري، ضروري الدين، هذا الأمر، واحد إذا قبل كل الأحكام الشرعية ولكنه أنكر ضروريا من ضروريات الدين فقط، هذا كافر. إذا واحد قال الصلاة واجبة، أنا أقبل كل الواجبات الأخرى، الحج واجب، الصوم واجب، أنكر ضروريا، فالعلماء أفتوا بأن منكر الضروري هذا كافر مرتد يقتل حسب التفصيل الموجود في المرتد. طبعا التفصيل أكو أن منكر الضروري إن عاد إنكاره إلى إنكار الرسالة إلى إنكار الله أو لا مطلقة وإن لم يعد إلى ذلك، هذا تفصيل في محله، ولكن قبول الدين بما هو هو بكل تفاصيله وأحكامه الواضحة البينة. نعم يمكن واحد يختلف اجتهاده في مسألة فرعية، يقبل ما يقبل مو من الضروريات، ذاك لا يكفر منكره، ولكن البديهيات الواضحة عند جميع المسلمين، مثلا واحد يجي يقول شرب الخمر جائز، هذا كأنما ماكو أحد من المسلمين يختلف في حرمة شرب الخمر، هذا منكر. ليش؟ لأن هذا قبول مجموع الشريعة، مجموع الدين بمجموع الأحكام الواضحة، هذا أمر واحد، فعليه أن يمتثل هذا الأمر. هنا الرسول صلى الله عليه وآله يقول اللي يكره جبرائيل ويقبل ميكائيل، هذا في الواقع كرههما معا وأبغضهما معا، ما يمكن واحد يقبل ملائكة من ملائكة الله ويرفض الملك الثاني، كما أني وعلي ابن أبي طالب عليهما أفضل الصلاة والسلام هكذا يكذب من يدعي حبي وينكر علي ابن أبي طالب، أو يدعي حب علي ابن أبي طالب وينكرني،
وهذا الأمر صار طبعا في كل الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلوات المصلية. فهذا عام مجموعي. عندنا عام بدلي أيضا، العموم البدلي بمعنى أن الحكم صار على كل الأفراد، ولكن المطلوب امتثال فرد على البدل. لو قال مثلا أكرم أعتق رقبة، فهذا الحكم يسري على جميع الرقاب على البدل، يعني أحد هذه الرقاب يجب أن تفكهم، مثلا تعتق رقبة عبد من العبيد الموجودين. العام الأزماني والأحوال هم هذا في موضع بيّن الأحوال، يعني العموم. لو قال أكرم زيدا يعني في أي حال كان. العام الأزماني أيضا عموم في الزمان، لو قال مثلا أكرم زيدا أبدا يعني دائما زيد. إذن ما نحن فيه من مصاليق العام المجموعي اللي لا يمكن أن يقبل الإنسان جزءا ويرفض جزء آخر، فإن هذا نتيجته تتبع أخص المقدمات، فإنك قد رفضت الأجزاء كلها لكونها أجزاء ارتباطية. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث، الحكمة من الفضائل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب، إنما هو لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما هو لإتمام الحجة على الناس، على الباقين، على الموجودين. وما أكثر الفضاء التي رواها العامة قبل الخاصة، والفضاء التي روتها عائشة، ورواها أبو بكر، ورواها عمر، ورواها عثمان، يعني شيء لا يمكن أن يخفى على أحد فضائل علي بن أبي طالب. لذلك يجي مثل ابن أبي الحديد المعتزلي يقول صحيح الأفضل علي بن أبي طالب، بس الحكومة مو لازم توصل للأفضل، خلي توصل للمفضول، ما بإشكال. فضائله ملأت الخافقين، لذلك يعني مضطرين بقبول هذه الفضائل. حكمة هذه الفضائل إنما هي لإتمام الحجة على الناس. ماكو واحد يجي الآن ينكر علي بن أبي طالب. نعم الناصبي المبغض اللي رح نبين الناصبي في النقطة اللاحقة، هذا ينكر أبده البديهيات. كنت في الحج قبل يمكن 10 سنوات أكثر، فأحد الوهابية بهذا الزي بالعمامة، كنت يمكن منتصف الليل كان في المسجد الحرام، اجاني من اصحاب الغتر الحمر، فصار نقاش معه، وكان هناك مصري نائم. فالمصري شاف هذا الوهابي يتكلم بشده وانا اجيبه بعقلانيه، فقام مع انه هو ايضا كان من المخالفين هذا المصري، فخاطب الوهابي بشده، قال هذا كلامك باطل، الشيخ يعني صدي يتكلم كلام صحيح. فانا شفت هذا الوهابي هو ما يتاثر بالكلام، فخلي أبلش بهذا المنصف المخالف. فطرحت عليه مجموعة من الأسئلة، قلت أنت حقك أنه، وسألته فاطمة الزهراء زوجة من؟ بنت رسول الله. هذا المخالف مع أنه كان حافظ روايات كثيرة من خطبائهم ما كان يدري أن فاطمة الزهراء زوجة من. فأنا قلت لهذا الناصبي الوهابي، قلت فاطمة الزهراء زوجة من؟ قام يمنمن ما يجي. قلت له يعني ما تدري فاطمة الزهراء زوجة من؟ ها قلت مو زوجة علي بن أبي طالب؟ بصعوبة وبشدة قال إيه، ما كان كأنما يريد هالمقدار، هاي قضية خارجية بعد، بس يعني نسيب رسول الله يمكن لا يكون على وفق منهج رسول الله، مو قضية يعني مهمة، فبصعوبة جدا قال إيه. بعدين قلت سألت هذا المصري، قلت ليش دفنت مثلا سرا؟ وسألت سؤال ثاني عن وصية رسول الله، فهذا المصري بثلاثة أسئلة قال يا شيخ زلزلت جميع معتقداتي. هذا الوهابي هنا بعد انثار، شاف هو كان يريد يضحك علي، فإذا بي أنا لا أضحك عليه التأثير على هذا المخالف المصري المنصف، فأخذ يده قال خلي أوديك إلى التوجيه الديني أو غرفة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فالحاصل يعني اللي يريد المبغض هذا ما يرضخ حتى بالقضايا البينة الواضحة، أن أمير المؤمنين زوج الزهراء سلام الله عليهما، هذا واضح.
ولكن أتمم الله الحجة عبر رسوله بإظهار فضائل أمير المؤمنين. بل أنا في التحقيق قليل كان عندي، بس يمكن واحد أيضا يعني إذا يشوف أكثر يجمع شواهد أكثر هذا جيد. فضائل ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه، هذه إنما تصب أيضا في مصلحة ولاية أمير المؤمنين. عندما يقول لأبي ذر أنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، هذا الوسام ده يعطي لأبي ذر. هذا الوسام شنو الهدف منه، شنو الغاية؟ أن أبا ذر بعد من يوم السقيفة وبعد السقيفة يرفع الراية ضد المخالفين بنفع أمير المؤمنين. فهذا الوسام اللي أعطاه رسول الله لأبي ذر أيضا أعطاه لتلك المواقف التي سيتخذها إتماما للحجة على المخالفين أيضا. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وآله، خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين، قال بأن هذا ذو الشهادتين، يعني تعد شهادته شهادتان. خزيمة ابن ثابت هذا الرجل ذو الشهادتين، ليش؟ لأنه في السقيفة تكلم وقال الحق مع علي بن أبي طالب، لأنه في موقف آخر أمير المؤمنين قال من يشهد بالقدير، كان في مجموعة من أصحاب رسول الله، قام مجموعة منهم خزيمة وقال أنا أشهد بالغدير بأن رسول الله صلى الله، طبعا روايات متعددة موجودة أنه هو هذا قال أهل بيتي يفرقون بين الحق والباطل، وفي يوم السقيفة قال إمامكم بعدي علي. فهنا أيضا ذو الشهادتين، لماذا؟ لأنه يقف موقفا مشرفا لأمير المؤمنين سلام الله عليه. عمار تقتله الفئة الباغية، هنا أيضا يفرق رسول الله أن معاوية على باطل وأمير المؤمنين على حق، تقتله الفئة الباغية اللي وقعت كأنما بلبلة في صفوف جيش معاوية، اللي معاوية أيضا بدهائه لعنه الله قال بأنه من الذي قتله، الذي أرسله هو الذي قتله، مو إحنا اللي قتلنا اللي أرسله، يقصد أمير المؤمنين سلام الله عليه، مع أن هذه الرواية فيها تذييل، مو تقتله الفئة الباغية. في نعم يا عمار تقتلك الفئة الباغية أو تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، أو في رواية أخرى تقتلك الفئة الباغية وأنت مع الحق والحق معك. بعد ذلك يا عمار إن سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك مع علي ودع الناس. إذا واحد يمكن يشوف الفضائل التي ذكرها رسول الله لأصحابه، يمكن كثير منها من هذا القبيل أن تصب في مصلحة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. لذلك النواصب كما في هذه الرواية المفصلة في الاحتجاج أيضا كانوا يبغضون جبرائيل، لما؟ لأن رسول الله في كل موقف كان يقول هذا جبرائيل يخبرني عن الله في فضل علي، هذا علي بن أبي طالب وعلى يمينه جبرائيل وعلى شماله ميكائيل وجبرائيل. إذن جبرائيل هذا كأنما اختلط علي بن أبي طالب، فليبغض علي بن أبي طالب لازم يبغض جبرائيل. فهذول النواصب إنما كانوا يبغضون جبرائيل. الله عز وجل أنزل هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. خلي عادي الله بعد، هم يصرحون هنا يقولون إحنا ما نقبل الإله الذي يخص علي بن أبي طالب بالفضائل، خلاص يعني هذول النصار كفار حقيقة. قل من كان عدوا لجبرائيل أو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اليهود كانوا أعداء لتصورهم أن جبرائيل منع دانيال من قتل بخت نصار، والنصاب أيضا أعداء لجبرائيل. حقيقة جبرائيل هذا من أعظم ملائكة الله وهكي يكون مظلوما. طبعا هسه يمكن ملحق على بيان حقيقة الناصبي ومن هو الناصبي وحكم الناصبي، هذا نأجل إلى البحث المقبل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ويحك، أجهلت لهذا ابن لهذا اليهودي عبد الله ابن صوريا؟ قال: ويحك، أجهلت أمر الله؟ وما ذنب جبرائيل إلا أن أطاع الله فيما يريده بكم. جبرائيل يطيع الله، ملك موكل. أرأيت ملك الموت، ستعالوا عادوا ملك الموت لأنه يقبض الأرواح بأمر الله. أرأيت ملك الموت هل هو عدوكم وقد وكله الله بقبض أرواح الخلق؟ أرأيتم الآباء والأمهات إذا أوجروا الأولاد الدواء الكريهة، أوجروا يعني جعلوا في فمهم بالإيجار يعني بالقوة الدواء الكريهة لمصالحهم. قلت له شوف هذا الأب دا يأخذ ابن الجراح حتى يفتر ابن رجله، هناك هناك مصلحة قطعا، هناك حكمة من هذا الفعل. أيجب أن يتخذهم أولادهم أعداء من أجل ذلك؟ ليش تعطيني دواء مثلا مر؟ لا، ولكنهم بالله جاهلون وعن حكمه غافلون. أشهد أن جبرائيل هذا العام المجموعي وميكائيل بأمر الله عاملان وله مطيعان. لأنهم شنو كان إشكالهم؟ لو الوسيط للوحي ميكائيل إحنا نقبلك كرسول، أما الوسيط للوحي جبرائيل إحنا ما نقبل جبرائيل لأنه عدونا. ولكنكم بالله جاهلون وعن حكمه غافلون. أشهد أن جبرائيل وميكائيل بأمر الله عاملان وله مطيعان، وأنه لا يعادي أحدهما إلا من عاد الآخر. تتعادي جبرائيل كأنك عاديت ميكائيل، هذا كذب. تجي تقول أنا قبلت طرف وما قبلت طرف. أما طبعا الولاية والبراءة فهما ككفيتي الميزان، لا إله إلا الله. لا يمكن أن يجتمع حب الله وحب الآلهة الأخرى في قلب أحدهم. إذن هذا العامل مجموعي كذب، كذبت والله في دعوة محبته. إذا تحب ذاك فما تحب هذا، لا يمكن أن يجتمع. وأن من زعم أنه يحب أحدهما ويبغض الآخر فقد كفر وكذب. هذا كفر لأنه أنكر ما هو من ضروريات الدين. هو يقبل يقول هذا ملك الله ولكنه أنا عدو له، وكذب يعني وكذب في دعوة محبة الثاني ولا يبغضهما معا. وكذلك محمد رسول الله وعلي أخوان كما أن جبرائيل وميكائيل أخوان، فمن أحبهما فهو من أولياء الله، ومن أبغضهما فهو من أعداء الله، ومن أبغض أحدهما وزعم أنه يحب الآخر فقد كذب، وهما منه بريئان، والله تعالى وملائكته وخيار خلقه منه براء. فهؤلاء كلهم يبرؤون. وقال أبو محمد عليه السلام الإمام العسكري: كان سبب نزول قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. شنو سبب نزول هذه الآية؟ إنما سبب النزول على طائفتين اليهود والنصارى. ما كان من اليهود يعني الذي كان من اليهود أعداء الله، وصف اليهود اللي هم أعداء الله، من قول سيء في جبرائيل وميكائيل. كان الطائفة الثانية من أعداء الله النصارى، نبين تفصيل الناصر إن شاء الله في البحث اللاحق، من قول أسوأ من في الله. هذول كانوا اليهود كانوا يقبلون الله ويقبلون ميكائيل، يكرهون جبرائيل على ظاهر كلامهم، وإن كان واقعا هم يكرهون الكل. ولكن النصارى كانوا يقولون الله اللي يوحي إلى جبرائيل بأن يخص عليا بالفضائل هذا الله إحنا ما نقبله، فهم أسوأ والنصاب أسوأ من الكلب والخنزير كما في بعض الروايات نشير إليها لاحقا. من قول أسوأ من في الله وفي جبرائيل وميكائيل وسائر ملائكة الله
أما ما كان من النصاب شنو؟ فهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان لا يزال مستمراً لا ينقطع ماذا يقول في علي عليه السلام؟ الفضائل المناقب كماليات أمير المؤمنين يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله التي خصه الله عز وجل بها، والشرف الذي نحله الله تعالى لأمير المؤمنين. النحلة يعني العطية من الله، الله يحب أمير المؤمنين يعطيه بلا حساب ولا كتاب. طبعا أمير المؤمنين أيضا أوجد في نفسه المقدمة للمرحوم الأخ، الآن ذكرت لبعض الأخوة محاضرة في أن الأئمة سلام الله عليهم بين الوهبة والكسب، هذا العطاء الإلهي والعصمة الإلهية، وهب إلهي وكسب منهم أيضا، يعني هناك مقدمات هيئوها وهناك فضل الله الذي نزل عليه، والله يعطي لمن يشاء بغير حساب، والشرف الذي نحله الله تعالى وهبه الله له. وكان في كل ذلك يقول الرسول حتى لا ينسب القضية إلى نفسه، يمكن يجون يشككون مثل ما أجوا أنه هل قضية الغدير منك أم من الله؟ إذا منك ما نقبله، كانوا يصرخون في وجه الرسول، وإذا من الله يمكن نقبله. الرسول كان يقول من الله، دائما كان ينسب أفعاله إلى الله، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. وكان في كل ذلك يقول أخبرني به جبرائيل عليه السلام عن الله، ويقول في بعض ذلك جبرائيل عن يمينه، والجبرائيل عن يمين علي بن أبي طالب عليهما السلام، وميكائيل عن يساره، ويفتخر جبرائيل على ميكائيل في أنه عن يمين عليهم، عن يمين علي عليه السلام الذي هو أفضل من اليسار، كما يفتخر نديم ملك عظيم في الدنيا لمصاحب رفيق. هذا في الواحد مصاحب للملك دائما يجلس على يمينه، وهذا يفتخر على من هو على يساره، ومن يسار على يسار الملك يفتخر على من هو خلف الملك، كما يفتخر نديم ملك عظيم في الدنيا يجلسه الملك عن يمينه على النديم الآخر الذي يجلسه على يساره، ويفتخران منه جبرائيل وميكائيل على إسرافيل الذي خلفه بالخدمة يخدم علي بن أبي طالب، وملك الموت الذي أقامه بالخدمة، ملك الموت كأنما يفتر حولهم قائم بالخدمة، وأن اليمين واليسار أشرف من ذلك كافتخار حاشية الملك على زيادة قرب محلهم من ملكهم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في بعض أحاديثه إن الملائكة أشرفها عند الله أشدها لعلي بن أبي طالب عليه السلام حبا، أشرف الملائكة، كلما ازداد حب الإنسان لعلي بن أبي طالب كلما ازداد شرفا، كما أن الملائكة كلما ازدادت حبا به ازدادت شرفا وقربا وكرامة عند الله عز وجل. هذا التوفيق أن يكون الإنسان مجاور لعلي بن أبي طالب عليهما أفضل الصلاة والسلام، وهذا يحتاج إلى أن يشكر الله، يشكر الإنسان الله عز وجل على هذه النعمة، وأن لا يسلبه الله هذه النعمة. وإنه اللطيف هذا قسم الملائكة فيما بينها، كيف تقسم؟ هكذا، والذي شرف عليا على جميع الورى بعد محمد المصطفى. إن شاء الله نكمل الرواية في البحث القادم. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.